أسعد الله مساءكم. موجز من أهم الأنباء، التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشيري رفقة عدد من أعضاء المجلس رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. المكتب الإعلامي للمجلس الأحد أشار إلى أن اللقاء حضره وزير الخارجية محمد سيالة ورئيس جهاز المخابرات العامة عبد الله الدرسي بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس. وجاءت زيارة كونتي لبحث ثلاثة ملفات رئيسية، وهي متابعة ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باليرمو في شهر نوفمبر الماضي، إلى جانب مكافحة الهجرة واستعراض أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكان رئيس الوزراء الإيطالي بعد لقائه بالمشري والسراج في طرابلس اتجه إلى بنغازي والتقى بقائد ميليشيا كرم خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح. اتهمت مصادر محلية من مدينة جدابية صباح الأحد مسؤول الأمن الداخلي سعد بوهريرة القبائلي بتصفية ثلاثة شبان في مدخل جدابية الشرقي. وقال مواطنون إنهم عثروا على ثلاثة جثث قرب مدخل مدينة جدابية الشرقية عليه أثار تعذيب وإطلاق رصاص في الصدر والرأس. كان قد اعتقلوا قبل أسابيع من قبل ميليشيا الأمن الداخلي التي يقودها سعد بوهريرة. قال رئيس لجنة تنفيذ الاتفاق بين مصراتة وتورغا يوسف زرزاح إن المجلس الرئاسي المقترح حول 34 مليون دينار فقط من قيمة التعويضات المرصودة للمواطنين في مصراتة وتورغا، مشيرا إلى أن الرئاسي وعد بتسليمهم القيمة كاملة من ميزانية 2018. الزرزاح في تصريح صحفي للأحد أوضح بأن القيمة مقسمة بين المدينتين، منوها إلى أن القيمة الإجمالية المفترض تسليمها تبلغ ما يقارب من 270 مليون دينار، مؤكدا أنهم أصبحوا في مواجهة المتضررين بسبب تأخر المجلس الرئاسي في دفع القيمة الكاملة. قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي إنما يخالف التعليمات الواردة في الاتفاق من شركة بريغا والجهات المسؤولة عن إرسال شحنة الوقود والغاز للجنوب. الخيالي في تصريحات صحفية الأحد أوضح إن الاتفاق ينص على تزويد محطات مدينة سبها باعتبارها العاصمة الجنوب بكمية الوقود مرتين في اليوم، لكن مسؤول عن المستودع اكتفى بتوزيع كمية واحدة منذ عدة أيام، وهو ما يوحي بالرغبة في استمرار التوزيع عبر السوق الموازي بالمدينة وفق قوله، مؤكدا أن الغاز لم يوزع رغم وصول كميات كافية لأسباب غير معلنة. نهاية موجز، دمتم في أمان الله.